كاستهداف إسرائيلي جديد لسوريا حصيلته 5 قتلى بين قيادي ومستشار إيراني، بما يشي هذا التطور لناحية اتساع دائرة الحرب. مساء الخير لك سيدي والمشاهدين الكرام. مثلاً يعني لا شك هناك تطور يعني جدي وجديد في ساحة الصراع، ولا سيما يعني بعد أن تحدث عنها الكثيرين عن أن هناك مرحلة جديدة اليوم من الصراع بين ربما أذرع إيران وإسرائيل. ربما وجدت نفسها إسرائيل بأنها عندما يعني تلعب لعبة الحرب العادية، هناك من يقول بأنه يستطيع أن يقف وجهها، ولا سيما يعني حزب الله او حتى في سوريا يعني ميليشيات او اذرع ايران. انتقلت اليوم الى المستوى الجديد وهي الحرب الاستخباراتيه التي تطال وتصطاد عقول ويعني شخصيات هذا المحور. وربما ايضا علمتم بان هناك كان يعني استهداف تلا الاستهداف الذي حصل في سوريا في جنوب جنوب لبنان بيروت. ايضا نعم. سور، وهو ايضا يعني من ضمن الفريق فيلق القدس، وهو قيادي من يعني فرع فلسطين فيلق القدس، والذي نفس الفرع الذي يعني ينتمي اليه ايضا القياديين الذين تم استهدافهم في سوريا. اولا من الناحيه يعني الشكليه هناك خرق امني فاضح لمنطقه امنيه بهذا المستوى، هي في منطقه المزه في سوريا حيث يعني يقتن الكثيرين من الامنيين، ولا سيما ايضا الـ يعني الـ الاجتماع الذي كان يعقد والذي تم يعني استهدافه كان مؤلفا من 10 شخصيات. كان هناك 5 إيرانيين كما اعترفت بهم إيران، وأيضا كان هناك 2 يعني من 3 من السوريين وشخص لبناني وشخص أيضا عراقي. وبالتالي هذا الاجتماع كان على يعني مستوى القيادة في المنطقة كما يعني يجاز القول، وأيضا استخباراتي أي أن هناك ربما كان يعني تحضير لعمليات. تحدثت بعض المعلومات عن أنه كان هناك يعني إيجاد حلول طيب، حول نقل الأسلحة عبر البر، وربما كان هذا أيضا يعني الاستهداف كما قلنا يعني الذي حصل في سوريا تلاه الذي حصل في لبنان لضرب هذا الذراع اللي هو يعني فيلق القدس وما يتم يعني التحضير له وهو يأتي أيضا. ضمن ما وصفته بالمرحلة الجديدة من الصراع.